ابتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الكارديك كاثيترايزيشن، مينلي فوكست على الكومبليكيشنز اوف كارديك كاثيترايزيشن. ان ده اولا مبدئيا ده اتس فيري امبورتنت. الحاجه الثانيه ده سؤال امتحان مهم جدا، يعني ذس از فيري امبورتنت فور ذا اكزام. عبد الرحمن خليكي بتقص. اول حاجه ايه في الكارديك كاثيترايزيشن، ايه اللي يخلي ممكن يبقى فيه لايبيليتي فور كومبليكيشنز انها تحصل؟ مبدئيا كده كومبليكيشنز دي اتز ريديوس يعني along الييرز اللي فاتت، وبقت الكومبليكيشنز تقريبا less than 1% that would occur post cath او during intra cath. factors that can contribute to increased risk of complications related to advanced age، ممكن يبقى age اكتر more than 60 years يبقى contribution for complication. الحاجة التانية ممكن يبقى patient's condition، patient جاي مثلا presented in acute heart failure أو مثلا نيها plus 4. الحاجة التالتة reduced ejection fraction، عين داخل baseline مثلا functions 30%، بتخلي يبقى liability of complications تبقى higher حتى مع diagnostic procedures مش بس intervention. الحاجة اللي بعد كده لينا insufficiency، طبعا لينا impairment، احنا عارفين ده an important parameter قبل ما نيجي نحضر أي عملية، لازم within the normal range. لو اكتر من كده نبتدي نقلق من complications بقى كلها of CIN او volume overload. الحاجة الأخيرة left main disease او multi vessel disease. دي list of cardiac complications nearly around 15 complications. هناخد كل واحد فيهم بكل item how to manage وايه هي complications. هنقول كده enumeration. اول حاجة طبعا الدث، ما ننساش ان الدث is one of the complications of cardiac catheterization. حاجة تانية myocardial infarction. حاجة تالتة cerebral vascular complications, local vascular complications, arrhythmias or conduction disturbances, perforation of the great vessels and the heart, infections, allergic reactions, renal dysfunction, hypertension, volume overload, anxiety, pain, respiratory insufficiency, and retained occlusions. دي كل الايتمز اللي ممكن تبقى evolving from complications. اول حاجة اللي نتكلم عليها الدث، نفس الريسك فاكتورز اللي تخلي العيان يبقى liable for complications to occur هي نفسها تقريبا الريسك فاكتورز that make the patient ان هو ممكن يحصل له او تخلي يبقى فيه mortality during increased mortality during catheterization. برضه advanced age 100+4، ejection fraction less than 30%، renal insufficiency، left main disease or multi vessel disease، prior coverage قبل كده، interventional procedures. دايما نحط في دماغنا ان الانترفنشنال بروسيجرز عندهم 10 فولد هاير ذان الدايجنوستيك بروسيجرز فور ديث تو اوكر او مورتاليتي تو اوكر. طبعا الريسك مثلا ديفيكالت اناتومي، ديفيكالت اناتومي مثلا عيان جاي بفاندر هنقول مالتي فاسل ديزيز او لاست مين نعمل لاست مين انترفنشن او تريبل فاسل ديزيز، عيان جاي بثرومبوس بيردن، عيان ابتدى يحصل له كومبليكيشنز انترا كات، كل ده بيبقى ماتش مور لايبل وعن انترفنشنال بروسيجرز rather than diagnostic procedures. حاجة تانية myocardial infarction. myocardial infarction presentation دي مني obtained من Grossman. Grossman كان كتب عن myocardial infarction ممكن تحصل من diagnostic procedures من interventional procedures أساسا ان الاثنين different technicalities او يعني مشهور الانترفنشنال دي شغل اكتر من الدايجنوستيك. فالدايجنوستيك بروسيجرز مثلا انا ممكن يحصل فيه myocardial infarction ان هو ان احنا ما بنعملش مثلا frequent flushing او مثلا ما بناخدش بالنا من البريشر تريسنج واحنا شغالين، ممكن نبقى نقول دي diagnostic procedure وشغال على طول من غير مثلا ما تاخد بالك من البريشر تريسنج. هقول ايه الفكره دي من البريشر تامبلنج، عيان مثلا عنده اوستيا ليفت مين ديزيز وجينا نحط نعمل engagement لل diagnostic left diagnostic catheter على الاوستيا، تاني نلاقي البريشر تامبلنج. ممكن عيان يجيله سيفير اسكيميا او يحصل مثلا dissection during engagement فده تخليه يبقى فيه liability for complication اكتر. الحاجه الثانيه في ال patient related factors اللي احنا اتكلمنا عليها، التكنيك related factors زي مثلا الطريقه واحنا بنعمل engagement، مثلا نروح عاملين sharp engagement على ال roof of the left main او نعمل deep engagement في ال RCA فالعيان ممكن يجيله right coronary artery ischemia. لو ممكن دخل عين طبعا في conduction disturbance اكتر حاجه ال VF مع right coronary artery cannulation.
هرجع كده الاكستنت اوف كورونري ارتري ديزيز. زي ما اتفقنا ان ممكن يبقى في بيشنت جايين يعملوا دايجنوستيك بروسيجرز وفاجئ ان هم عندهم سي في مثلا لا فيلد ليجنز او تريبل فيسل ديزيز. ممكن مع الباد انجيجمنت او البروسيجر زي ما اتفقنا ممكن يحصل ديسكشن, ممكن يحصل بريك ستابيلايزيشن, ممكن يبقى في السيستم بتاعي ما عملتش فلاشنج, ما خدتش بالي السيستم كان فيه ترامس ومحقق ترامس, ودي من الحاجات الكومنت. تمام. او ناحيه مثلا اير هيتيك او ناحيه اير وانا كمان بشتغل ما خدتش بالي ان السيستم ما كانش اير تاي سيستم فحققت اير فجبت العيان ماي كارديو انفاركشن. ده ممكن طبعا تعمل صدمه ده. والحاجه الثانيه ممكن تعمل ماي كارديو اسكيم. تاني الإيديكيشن طبعا ممكن نخلي مثلا عيان جاي يعمل كرونري انجيوغرافي هو اصلا عنده انستيبل انجينا, او مثلا عيان جاي ريسنس اب ان كارديو اسكيم تخليه ماتش مور لايك ان ممكن يحصل, او حاطه في دماغي بريدكتنج الكومبليكيشن دي ممكن تحصل منه. اخر حاجه طبعا دايابيتك بيشنتس علشان فيري باد كرونري اناتومي ماتش مور لايك فور ذس. طب لو حصل معايا كومبليكيشنز او فور اكزامبل ماي كارديو انفاركشن من الدايجنوستيك بروسيجر احنا بنبقى لازم نعمل ايه؟ حاولوا التدريب ان انا اعمل رابط انترفنشن انه ممكن ادي العيان هابر او مثلا لقيت فيه ثرومبوزس حصل ممكن اديله انترا كرونري بلاك بروتين 2 بي 3 انهبيتورز, او ان انا ادخل كمان اعمل كرونري انترفنشن اب تو كرونري انترفنشن. مثلا لو لقيت فيه فلاش ترومبس على ليجن هدخل اعمل بي سي اي عادي جدا مكان الكومبليكيشن اللي حصل. الحاجه اللي بعد كده لو عندنا مثلا تبرع يعني actually it's not here in Egypt تاني عشان for the availability of equipment ان احنا ممكن نستخدم الانترا اورتيك بالون. for example مثلا عيان جاله سيفير اسكيميا وحصل له pressure damping والعيان بقى resistant to IV supports ممكن نحط ساعتها انترا اورتيك بالون كاتيزيشن. اخر حاجه ممكن ادخل عيان urgent cabbage for this if any complication have occurred during catheterization. interventional procedures من الحاجات اللي تبقى related برضو related intervention procedure ممكن يحصل مثلا dissection كتير جدا. احنا بنعمل stent deployment يحصل distal edge dissection ده في spiral dissection occur, او مثلا نعمل PCA على هذه calcified vessel مكان البالون تعمل dissection ويبقى one of when I happen نلاقي بص في ECG changes occur على المونيتور direction في ST elevation. الحاجة التانية أضربت فازل الأوكلوجن اللي هو اللي احنا مسمينه وري فلو, جيت عمل ستاند بوينت فجأة ما لقيناش فلو خالص في الفازل وقال لهم هتنظر ماي كارديو اسكيم بس نو فلو أوكلوجن أو سايد بريدج. ساعات واحنا ممكن نعمل مثلا ستانتنج على بايفركيشن ليجن أو حاجة ممكن يحصل بليك شيفت أو يحصل بليك ديستابيلايزيشن فتقوم ثرومبس قفل سايد بريدج. ده برضه ون اوف ذا كوزز اوف اسكيميا دورينج انترفنشن. ستاند اوف الكارديو فازلز اللي احنا بنسميه نوري فلو ده بيبقى المانجمنت بتاعه ممكن ادي انترا كورونري ادرينالين وايزوبتين ونعمل فلوشز ونحسن النوري فلو. ثرومبوزز طبعا زي ما اتفقنا ممكن يحصل اكيوت انستنت ثرومبوزز ديورينج ستانت ديبلويمنت. اخر حاجه خالص ان هو ريسك انكواليشن ان ممكن يبقى تحصل في البرايمرز اكتر ممكن نشوفها واحنا بنيجي نحط ستانت ديبلويمنت على هيفي ثرومبس بيردن يبتدي يحصل ثرومبس فراجمنتيشن ويحصل ديستال امبولايزيشن في الراس. This contributes to myocardial infarction during catheterization. احنا عملنا في الاول ليست للcomplications من 15 ليست ونتكلم على كل complication لوحدها ايه causes و how to treat. طبعا how to manage myocardial infarction برضو during interventional procedures ان احنا we react upon what happened. زي ما اتفقنا احنا بندي heparin طبعا في intervention احنا بندي securing with heparin. If happened مثلا no reflow or heavy thrombus burden ممكن ندي glycoprotein 2B3 inhibitors. Sometimes في primaries ممكن ندي intracoronary step to kinase kinase. ممكن بقية البروسيجرز mostly جدا with intervention. If all these fail ممكن ساعتها بقى نودي العيان برضه urgent cabbage. ده الحاجة مهمة جدا cerebrovascular complications اللي ممكن تحصل من الكابج. كتير جدا ممكن عيان يبقى على ضربة القسطرة فجأة العيان يجيله weakness أو dysarthria أو فجأة يقولك أنا مش قادر أحرك إيدي أو مش شايف كويس. You have to suspect that there is a cerebrovascular complication have occurred. دايماً الcomplications, cerebrovascular complications اللي بتحصل بتبقى embolic related يعني بتبقى embolic in origin. 40-60% لأ 40-60% are mainly related to disruption of atherosclerotic plaques in the aorta. خلاص؟ ممكن يحصل in the form of strokes أو neuroophthalmic complications in the form of retinal artery occlusion زي ما اتفقنا كده ممكن عيان يبقى presented بكده. طيب إيه causes
دي ليست طويله جدا وانا عارفه انها سلايد بتاعها، انا كان عليها كل واحده اللي ممكن تحصل، لان دي التكنيكس بتاع بنقابلها في القسطره كتير قوي. كتير قوي واحنا في القسطره ما بنعملش كفر فلاشر، لازم نتاكد ان السيستم كله ويل فلاشر وان البلاد فلو جاي كويس. اللي ممكن يحصل جوه السيستم ثرومبوزس ثرومبس، فانا بدخل مثلا الواير جايد واير يحصل ديسلوجمنت للثرومبس دي، تبقى ثروب مثلا يعني خلاص ديسلوجمنت في الجريت فيسلز في الكاروتيد في الفيرتيبرال ارتري تبقى بريزنتد باي ستروك. الحاجه الثانيه دي لو ناخد بالنا منها برضو ان يبقى في اير تايت سيستم، ممكن اعمل انجكشن اوف اير بابلز وتبقى ديسلوج مثلا حاضر معايا في السنتر ريتينال ارتري تعمل سنتر ريتينال ارتري. هي بريزنت بليسمنت اوف وايرز اند كاتيترز ان ذا ارت فيسلز، العيين عندهم اورتيك سينوزز او عندهم مثلا كاروتيد بليد تبقى سجستد ان في ستينوزز. ممكن مثلا كتير جدا واحنا بندخل القسطره تقوم داخله في وان اوف ذا جريت فيسلز، فممكن زي ما اتفقنا تعمل ديسربشن. تيب اوف الكاتيتر ممكن يعمل ديسربشن للبيك فيعمل ديستال امبولايزيشن ثرو ذا سيريبرال فيسلز. الحاجه اللي بعد كده برومت واير ان دوال تايمز، ممكن مثلا ساعات واحنا بنختار مقاس الدعاء البيكس ايه واير جوه الدعاء نتأخر في الوقت يبقى more than 3 minutes. This makes ترابوت رحل مبقاتين حتلا بس ممكن تبقى لكم مثلا وقتها مش كويسة او انا سنت جايد وير جوه العيان مستنيه مثلا اوبريتر او سايق اي حاجة يعني حصل ديلي فور وقت تدي يحصل ترابوتز على الجايد وير ما ناخدش بالنا من الموضوع ده ويبقى العيان بريزنتد بقى كده لينكي باي ستروك. فيجر تو كاتل وير الناس ذا جايد وير في الناس طبعا عارفين في البريبريشن بتاع القسطره لازم يبقى جنبنا او احنا بنشتغل بهيبرنايز سلايد. ده بيبقى شغله الاسيستنت وشغله كمان احنا، يعني احنا كاسيستنت لازم نبقى واخدين بالنا ان ممكن الوايرز دي ما تبقاش بروبرلي وايت، يبقى هي فيري سمول ثرومبس وتبقى ديسلوج وانا بدخلها احتماليتها اوكي وهينه بس بتحصل. ممكن مثلا عيان كان مثلا بريزنتد انتيريور ستيمي وحصل كومبليكيشن ذا فورم اوف اندينج ثرومبس، كيف بدخل واير فيري كافلي فقمت عامله ديسلوجمنت للادي ثرومبس عملت لها ديستربشن حصل لها ديستال امبولايزيشن وماتت من فوق. ترانسبتد بانكشر البيشنس وذ ذا اتر ثرومبس، ده بيبقى مهم جدا يبقى في بيشنس فور بالون ميترال فالفيولوباستي هاف تو بي بروبرلي سيلكتد، كده احنا هنعمل سي اي ونتاكد ان اللاف اتر ابندنس از توتالي فري افتر بارن. جيت على ترانسبتد بانكشر لفت اتر لان في ما كنتش عارف في اتر ثرومبس حصل ديستربشن، طبعا الكلام ده ما بيحصلش لان احنا بنعمل proper preparation of the patients and selection. Right fractional paradoxical embolization دي ممكن نقابلها اكتر في الكونجنتر في الاساطير الكونجنتر patients presented with ASD او PFO ممكن يبقى يحصل paradoxical embolization. اخر حاجه خالص ما ننساهاش مش بس الامبوليك انا حطها اخر بوينت اللي هي ان ممكن عيان يكون اخد excessive anticoagulation ويبقى presentation intracerebral bleeding rather than an ischemic stroke او infarction. فدي بوينت برضه مهمه جدا لو انا كومبليكيشن الرابع اللي هي اريتمياز تاني اريتمياز اند برادي اريتمياز دي كود اوكر ديورينج كارديك كاتيترايزيشن. الاول لازم الواحد يبقى عارف ان هو بيعمل بروبر فولو اب للاي سي جي اند بريشر تريسنج وايل وركينج، لازم ابقى عيني على الاي سي جي وانا شغال I'm just occupied with the procedure and then I let go of the ECG and the pressure tracings. Sometimes, فجأة كده all of a sudden, we find the patient is going into ventricular fibrillation or the patient has gone into heart block or new onset atrial fibrillation. All these changes have to be monitored early when we are working during hysterization. طبعا code for any rhythm disturbance, whether tachy or brady rhythm disturbance, and tools for treatment of any rhythm disturbance لازم تبقى available في الكاث lab اللي احنا مشتغلين فيه. لازم ابقى checking ان الديفيبريليتر شغال، عندي availability للتمبري بيس ميكرز اوف ترانزيت وايرز ار بريزنت، عندي كل الانتي ارزميك ميديكيشنز وذر اتروبين كوردرون في other medications طبعا they are not available in Egypt البروكينامايد والايبيتولايد كل الحاجات دي، بس احنا مين الحاجات الميجر تبقى موجوده والادرينالين طبعا ان كيس اوف ventricular fibrillation. ايه الحاجات اللي ممكن تدخل عليه مثلا في ventricular fibrillation؟ excessive catheter manipulation، بدخل كتير قوي اللي بيبقى الكاتيتر ان ده ال في وال ار في فبتعمل ال في اف تي او ال في اف تي irritation او حتى even ده ال في او فممكن تدخل عليه في فيتاك and degenerates to VF.
الحاجة التانية الكومن جدا احنا بنشوفها ان احنا when we inject the right coronary we have to make sure that the pressure is not damped and there is a bad flow from the catheter. Because slow injection او انا بعمل injection او prolonged injection of the dart in the right coronary without bad flow ممكن يخلي العيان يدخل في دي اف. طبعا دي اف very common في patients اللي هما جايين primary patients يعني STEMI patients. طيب how to treat عادي جدا ال A B C D لازم الأول إحنا to check the airway كل حاجة. The first thing to do is defibrillation. We go for CPR, defibrillation, and check the hemodynamic status of the patient. And then we go for the normal pathway of resuscitation. Atrial tachyarrhythmias that could occur as atrial fibrillation and atrial flutter. إذا الضغط ممكن تأخر ولا كاتيتر بيسمنت فرايدي تريمنت تو ذا اس بي سي عشان الاريشن اوف ذا كيبل كاتيتر ازمنت ممكن كان اوكر. إذا الفايبريشن ممكن برضه وي كان سي ذس ان بيشنتس وي ار اوكي. في بس حاجه بوينت انه الاتر الفايبريشن لازم ابقى حاطه كونسيدريشن ان سم اوف ذا بيشنتس كان نوت توليريت ذا اريثميا. طب مين دول مثلا زي بيشنتس هم عندهم مايجر سكينوز اف ذي ونت انتو رابيد اي اف so we have to go for rapid decompensation and rapid resuscitation. The hypertrophic cardiomyopathy patients, they cannot tolerate this. Patients who are having LV dysfunction, which can avoid the patients who are operating on a low ejection fraction, we have to make sure that they, يعني, نحن, we properly prepare them and we are monitoring the arrhythmias before they can occur علشان to help the patient. ما سيبش معين فجأة يديثيريت وانا على ترابيزة الأسطرة مش عارف تتصرف ازاي. Bradyarrhythmias تحصل أكتر حاجة ممكن تحصل منها اللي هي الفازوبيكر. جيت أنا باجي ببتدي أحط تمشي فبتقعد عيني أدخل في برادياكارديا. دي one of the common يعني one of the common things that can be a cause of bradyarrhythmias. The second thing وإحنا بنتكلم برضه عليها ما ننساهاش اللي هي right coronary injection. We always have the right coronary artery as a problem during catheterization. Right coronary artery injection دايما قبل ما نبتدي البروسيجر نقول العيان خدي ودك معايا عشان لما اقول لك تكح تكح. It is worth believed انه لما احنا بنقول للبيشنتس يعني to have a cough it rapidly washes the dye from the right coronary so it can keep him from VF or even after bradycardia. ممكن احنا بنعمل ال right heart catheterization يحصل injury the right bundle فممكن يكون عين في البازل branch block. Rotational anatomy ممكن يحصل في RCA circumference ده مش موجود في مصر rotational أو موجود بس not in أو أوتك بابل بلاستي ده مهم في التالي and that's why we do rapid we do pacing during valve implantation. ممكن يحصل heart block during valve implantation أو حتى even البالون أوتك بابل بلاستي which is a simple procedure can occur. ما نزلش حاجة تانية في radio frequency ablation اللي ممكن رح نعمل ablation. One of the common complications that occur in patients with a complete heart block or hustle excessive or hustle ablation to the aneurysm. خلص حاجة ممكن تحصل اللي هي perforation of the heart. ساعات احنا ممكن نعمل ادو ميكارديو بلاستي بلون تايدو ميكارديو
نيدل بيريكاردي سنتيسس برضه احنا اكتيف جدا بنخاف احنا نوصل بالنيدل بس بيريكاردي سنتيسس نعمل ار بي ندخل ار بي ما ندخلش البيريكاردي سنك. طبعا بيحصل برضه في الالدرلي وومن they found that there is an association with this elderly woman more than 65 years. Great vessels صعب يحصل perforation فيها ممكن يعني مكتوب ان هو it's rare to occur لكن ممكن يحصل مثلا perforation في الأورطة مثلا انا مش عارفة الهيستري patient is having مثلا abdominal aneurysm or dissection and I introduce the catheters من البداية ممكن يعني يحصل perforation. الحاجة الثانية ممكن تحصل في مدر الأرضي which is rare اللي هي manual flotation techniques تحصل أكثر في الهيمو دينامك ستوديز أو أنا بحب أقص عينة أو فالمدري كتابي بيوت بروشر وانا يوز ده سمال جاس كاتتر أنا يوجش ده بلون sometimes it happens but it is rare بس أنا عارفة أن ده ممكن يحصل أصلا أنا معنا شغالين يبقى expecting أن this problem could happen. لو حصل coronary بقى perforation احنا كده كلمة عن chamber perforation great vessel perforation. طب لو حصل coronary perforation اول حاجة خالص systemic arterial pressure will cause development of frank tamponade. يعني ايه كلام ده؟ يعني لو حصل perforation من coronary في عن systemic arterial pressure in relation to the intra-pericardial pressure and the pressure difference فخلي في rapid accumulation of blood inside the pericardial sac and that's why most of these patients present with tamponade. طيب جينا بقى عايزين نعمل لقينا coronary perforation واحنا بنصور لقينا حصل diffusion of the dye in the screen هنعمل ايه طيب؟ هنيجي نعمل sealing to the site of leakage هنبتدي نحط نعمل balloon inflation at this site and then we'll هنصور تاني ونشوف هل حصل تاني ولا طب if not احنا بندي مثلا في البروسيجرز دي heparin ممكن نعمل heparin reversal by protamin. طب if failed ممكن نستخدم coil او نحط cover stent. if failed خالص ساعتها نرجع في الاخر خالص emergent surgery. اوكي this is the worst scenario بتنفخ البالونة على low pressure مكان البرفوريشن بتفضل سايبه شوية ممكن يبقى very smooth perforation فيبقى sealed sometimes not يعني لو هو مش it is not sealed وتدي بقى reversal تعمل كل المجلس دي في كتير جدا patients بيمشوا بالطريقة دي بيبقوا conserved and they go fine. طب if not هتعمل بقى ساعتها ايه you have to do something ان انا بقى احط coil embolization او ان انا احط cover stent at the site of perforation. كتير جدا patients they go for surgery علشان to help them ان هو احنا بس نعمل بقى auto transfusion انا عمالة بسحب وبدخل ال blood اللي هو طلع علشان بس to save the life of the patient. سادس حاجة ما ننساهاش اللي هي ال infections. infections are one of the complications that could occur in pharmacardic sterilization. اول حاجة خالص ممكن تبقى related to the vascular access sites down the brachial artery approach the tenfold incidence of infection rather than the family approach. الحاجة الثانية عملت re-operating the patient في خلال اسبوعين من ال first procedure بتزود the risk of infection أكتر مكان ال vascular site أو ال vascular access. الحاجة الثالثة pacemakers implantation لو أنا شغالة not under complete receptive conditions ممكن يبقى patient يجيله endocarditis. This is very critical and that's why the room has to be well prepared علشان to avoid the instance of endocarditis. حاجة تانية طبعا ممكن يجي endocarditis B and C ودي بتشاف كتير في patients اللي مثلا equipments متعقمة ممكن يجي endocarditis B and C. This is one of the complications that could happen and يعني it affects the quality of life of patients يعني patients يبقى كويس من بعض اللي يحب عنده chronic liver disease. حاجة أخيرة هم عشان هي كارجنت اكشنز most of the patients when we use mostly re-sterilized equipments تبتدي تحصل لهم fever with chills low grade fever with chills دي غالبا بتبقى attributed to re-sterilized equipments ده برضه complication من الكاف اللي هو infection. ايه؟ بنسميه pyrogenic reaction يعني
فيها اكيد فيزر اكتنز بقى بتبقى بوزيتيف واليفيتد وبتاع، بس ده كتير بنشوفها جدا في الكونزرفتيف دي بقى فلوز وسبورتيف ميجرز وانتي بايوتكس وذن يو جو فور بوث فاين. سبع حاجه الالرجيك اند انفلاماتوري رياكشنز. The most common reactions they are due to the use of alternative colors. حاجة تانية ممكن تحصل برضو لما نيجي نعمل reversal، ممكن ندي بروتامين سلفيت. Sometimes ممكن يحصل allergy من البروتامين، لأن البروتامين ده ال جاي أصلا من السالمون إكس، فإت إز هايلي أتنشن. الحاجة الأخيرة and they consider it as an inflammatory reaction which is heparin induced thrombocytopenia. We have to take care of this, but put it in mind that it can. الPH انا ما قلتهاش دي الPH في بروتامين فبيزود فهو بيزود الريسك اوف انرجي اكتر في العينين دي. انت قصدك انه بقى فيه ستايز مفروض، بس sometimes they found انه by observation they can happen. Tearing complication which is very important. Renal dysfunction. اللي احنا بنقول عليها اللي هي CIN. Renal dysfunction أو responses induced nephropathy is very important. دي ممكن تبقى temporary injury وممكن تفضل permanent injury للعين. طيب. What is CIN? CIN it is an absolute rise of the serum creatinine level of 0.5 mg per deciliter more than 0.5 mg per deciliter or equal. Or 25 relative increase in serum creatinine level above the baseline. ده definition بتاع CIA. طب ايه التايمينج بتاع؟ التايمينج بتاع CIA بتحصل 48 to 72 hours after exposure to contrast agents. And it can peak 3 to 5 days later after contrast exposure. طيب حاجة كمان أخيرة بقول ايه ممكن ده بيحصل in the absence of alternative causes of acute kidney injury. يعني أنا بستفاد كل الكوز وغالباً إن الكونترس هي الكونترس. فإيه ممكن تبقى كوزز أكتر كتير إنجري؟ طبعاً اللي هي متأثرة وذا بري رينال إن ذا فورم أوف ديهايدريشن، وذا كومن مع البيشنتس اللي داخلين أصلاً قصايا فترة طويلة، فده ممكن يبقى كوز. ممكن تبقى أذر كوزز تبقى دراج إنديوس مثلاً بيشنتس ماشيين على إيس أو حاجة، عيان مش متحضر كويس الكيراتين من داخل أصلاً بيد وان كيراتين ليفل إليفيتد. ممكن تبقى رينال كومبليكيشنز اي تي ان او اذر كوزز اوف رينال امبيرمنت. ممكن تبقى ريوماتويدس عيان اصلا لوبس، يعني دي كوز انا بقول كده انيميريشن بوست رينال كومبليكيشن عيان عنده اوبستراكتيف نيورولوجي، ممكن تبقى هي اللي كانت السبب. بس هو هنا عايز يقول ان كل ده انا استبعدته وفي الاخر اي فاوند اوت ذات ذا كونترست از ذا فيرست يعني فاكتور انكريمينيتد ان ذيس انسيدنت. طيب ميكانيزم كونترس انديوس نيفرابثي انا هقول بسرعه اتس نوت، بس يعني يعني مش هلمها بالاستفاضه دي بس عشان نبقى فاهمين هي بتحصل ايه. اول حاجه الكونترس ميديا ليها تو افكتس، اللي هي السايكوتوكسيك افكت، والحاجه الثانيه انها بتزود الفيسكوستي، بتزود الفيسكوستي اوف بلود. طيب لما الفيسكوستي اوف بلود بتزيد بتقلل التيوبولار فلو فبتخلي الجلوبولار فلتريشن ريت قليل. الحاجة الثانية لما الفسكوستي بتزيد بتقلل الميدالري برفيوجن، فتعمل برضه حاجتين، هتقلل الجلوبولار فلتريشن ريت وتعمل ميدالري اسكيميا. السايتوتوكسيستي افكتس انها تعمل الوثيريا الانتيجولار انجن ريليتد تو ذا ريليس اوف نيتريك اوكسايد اند الاوكسجين فيها افكتس. دي ليد تو فازو كونستريكشن ذات ليدز تو ميدالري برفيوجن ريديوس ميدالري برفيوجن اند فاينلي ميدالري اسكيميا اند ريديوس ميدالري فلتريشن ريت. ده كان ده سيمبلي ميكانيزم اوف كونترست انديوس نيفرابثي. طيب مين البيشنتس اللي هم ات ريسك اوف ديفلوبينج سي ار ام؟ هاو ات ريسك اوف ذم؟ دايابيتكس، ممكن يبقى العيان عنده دايابيتك نيفرابثي ان ان دايجنوز ان ولا الانسولت كيم التالت ده فده دايابيتكس. حاجه ثانيه مالتيبل مايلوما بيشنتس عشان الباز ترانسبوتينوريا والافكشن اوف ذا كيدنيز. حاجة الثالثة اللي هو طبعاً عليها immune depletion which is common in the patients going for cancer because they fast for long times وممكن يبقى عنده كمان immune depletion. Pre-existing renal dysfunction زي ما اتفقنا احنا بنتكلم. Patients receiving nephrotoxic drugs as gentamicin, non-steroids, أو ACE. How to avoid CPD ان احنا نعمل limitation the contrast medium to 3 mm per kg. Do not overuse contrast while injecting or doing the coronary angiography procedure.
And while you're doing intervention, it is described in Grossman, you have to do puffs, just giving puffs, small puffs, in an operation twice. لكن without prolonged injections and without giving large volumes of cartridges. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا اعمل proper patient preparation. ان انا اعمل proper hydration للpatient قبل ما يدخل. دي له half normal saline قبل ما يدخل بيوم ب 12 ساعة. 1 ml/kg في الاول. other يعني things يعني in the textbooks يعني هي رايحين كل دي باي كارب which is outdated. في الـ guidelines اللي ممكن تساعد ممكن دي 20-40 mg of basics with the half normal saline. اخر حاجة كانت بتتعمل قبل كده اللي هي الـ anasthesis طيب basics اهو برزمايت ايه؟ عشان تحول تحسن الفيروسس عشان ما تبقاش ليها ريليشن في الميدالري هايبرتونيست بتديه قبل الاسطر عشان تحسن الفيروس او تحسن الفيروس انت مش بتعمل ايه بس انت بتحسن الجلوميرولر او البلاد فلو والجلوميرولر فلتريشن عشان الموضوع ده كان لا بس كانت يعني ممكن تدي بس 20-40 mg جاست فيري سمول دوز اتس نوت ا لارج بس دي طبعا الان استانسستين ات واز جيفن بس ات از اوت ديتد خالص دلوقتي مش من الجايد لاينز ملوش اي بنفيت خالص فور ذا بريفنشن اوف كونتراست انديوس ريفلكس ايه في بعض الكتب كانت كاتبه اماين فيلم بس مش مكتوب في الاوروبيان سوسايتي جايد لاينز في ميكانيزم اخير كانوا متابعين عليه ممكن يحصل كوليسترول امبولايزيشن او كوليسترول امبولاي بعد الاسطر ان ده كونتريبيوتنج فور كونتراست انديوس ريفلكس ده بالنسبة للكونتراست انديوس ريفلكس. بالنسبة بقى للكومبليكيشن التاسع والمهم جدا اللي هي كوزز اوف هايبوتنشن افتر كاس. سيمبل جدا دي وان اوف ذا موست كومن بروبلمز اللي ممكن تحصل ممكن تيجي حتى كيس في الامتحان على وات ار ذا كوزز اوف هايبوتنشن ديورينج او افتر كارديك كاسترايزيشن. سيمبل ليها ثلاثة كوزز ثلاثة بيج جروبس هنقولهم عنها. أول واحدة الهايبوبوليميا ممكن تبقى سيمبل جدا كوز اوف هايبوتنشن افتر كاث عيان مثلا ان ادكوت بري هايدريشن مش شايف كويس. الحاجة التانية ان ممكن اكسسيف كونتراست انديوس دايوريسيس ممكن يبقى وان اوف ذا كوز اللي بتدخل عيان في هايبوبوليميا. الحاجة التالتة اللي هي الموضوع كريتيكال جدا 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 ان العيان يكون يجيله اكسسيف بلاد لوس which is mostly presented اكتر حاجة او اكتر حاجة بتحصل retroperitoneal hematoma اللي احنا ممكن نسميه abdominal compartmental syndrome. ما نقدرش نعرف لان ال abdominal space is large and it can accommodate a large volume of blood ويبقى ال patient undiagnosed for a while ويدخل بقى يبقى deteriorating in a very rapid fashion. دي اكتر اهم ثلاثة ممكن يعملوا بعد الهولي. الحاجة التانية ممكن تبقى سبب ال hypertension reduced cardiac output. سبب ريدوس كارديك اوتبوت ايه؟ زي ما اتفقنا ممكن يحصل اسكيميا مايكارديك انفاركشن بكل الاسباب اللي احنا اتكلمنا عليها في اول البرزنتيشن. الحاجه الثانيه ممكن يحصل تنفرات از ريزلت اوف بيرفوريشن ممكن يحصل ان الفاجي رابط شورتلي جدا العيان مره واحده نلاقيه ديتيريوريتد اند دون نو ثيك اوف تاك مايك اوكر. الحاجه الثالثه is the patient got into any ventricular arrhythmias whether VTAC or VF ده ممكن تبقى خلاص او رابد اي اف زي ما اتفقنا رابد اي اف العيين هو intolerant patients who are having mitral stenosis او ممكن او any dysfunction ممكن يبقى valvular regurgitation especially مثلا after balloon mitral يحصل acute mitral regurgitation او balloon aortic valvular cyst. Valvular regurgitation ممكن زي acute valvular acute aortic regurgitation one of the complications of the aortic valvuloplasty or حتى even التعذيب. الحاجة التالتة ممكن تبقى خاص اللي هي systemic arterial vasodilatation الفازوفيجر وده أكتر حاجة بنشوفها كتير جدا especially related to during when you are removing the sheath ممكن يجيله vasovagal reaction. الحاجة التانية نحن ممكن يكون عندنا excessive nitrates during the procedure فيبقى contributing factor for hypertension أو vasodilator response to venotropes. Dobutrix initially when it is applied بيعمل initial vasodilatation فممكن ده برضو يبقى contributing factor for hypertension. فدول الثلاثة مين
pillars for the causes of hypertension. One of the most common complications. دي معلومة تمام عشان التسجيل خالص. سعادتك كده ربنا يوسع عليك ان شاء الله تاخد الماجستير وتطلع يافطة الاخصائي وتحطها على العيادة بتاعتك في حدائق اوروبا وايه ممكن يجي لك عجاني. دخلت لك الست فتكات خدتها على المستشفى اللي في حدائق اوروبا برضه فرحت تعمل لها بقى قسطرة فرحان بنفسك وداخل تلبس الجوانتي بسم الله الرحمن الرحيم اديت حاضن في البنج الست فتكات راحت منك. راحت منك ازاي بقى؟ لقيت هارت ريت على المونيتور 40 والست بقت بيل بافتة بيضة واغمى عليها وانت بقى اللي في دماغك يا نهار اسود الحقوني الدكتور انا عايز حد يقف معايا في الليله دي انا كده هضيع. ده كان بلد دكتور فازو بيجر سينكوب ده فيري كومن يعني البنات الكتاكيت اللي بيجوا ايه في عيد الاضحى يشوفوا الخوف وهو بيتذبح ممكن يكونوا فازو بيجر سينكوب الكتاكيت مش انتوا تمام انتوا ممكن تذبحوا الخروف بيتكوا اصلا مش مشاكل. فالفازو بيجر سينكوب ده موصوف من ضمن اسبابه حاجات سايكولوجيكال يعني انا ما قرصتهاش عشان ده الفازو بيجر سينكوب انت شفت المنظر اغمى عليك طيب ممكن بقى اقرص البين يعني ممكن واحد من الوجع الشديد قوي يجيله فازو بيجر سينكوب. شوف لعيبه الكوره مثلا لما بيقفوا في حيطه في البينالتي او في ضارب في الفاول لو واحد فيهم اتخبط في حته فازو بيجر ممكن يجيله فازو بيجر سينكوب مثلا فاهم قصدي؟ فالفازو بيجر سينكوب ممكن يبقى بسببين سبب سايكولوجيكال وسبب بين. سايكولوجيكال اكتر في مصر ليه؟ لان الدكتور ما شرحش للمريض هو هيعمل ايه. المريض متخيل ان هو داخل يعمل عمليه في القلب والدكتور عاوز يكبر الموضوع عشان ياخد قرشين انا بعمل لك عمليه في القلب انت تيجي صايم وتيجي نجهز معاك الفلوس وهنخش اوضه العمليات ومعانا دكتور بينج كانك داخل تعمل اوبن هارت سيرجري مثلا عشان تكبر الموضوع اللي انت بتعمله. فالعيان بيحصل ايه عنده؟ عمال يبيلد اب يبيلد اب يبيلد اب فجأة وهو نايم على الترابيزة وانت داخل عليه بالسرنجة يا نهار اسود الدكتور هيشوفني. فالعيان بيجيله فازو بيجر سينكوب فده حاجة فيري كومن وسبب مهم جدا من اسباب الهايبرتنشن. طب تعالجه ازاي بقى؟ ده المهم ده اللي بقوله لك القصة دي كلها عشان تثبت في دماغك عشان انت تعالجها ازاي. الفازو بيجر سينكوب علاجه ايه؟ علاجه اول حاجة اتروفين ده علاجه لكن احسن حاجة فيه البريفنشن. خد من وقتك 5 دقايق وانت بتحجز لعيان القسطره تقول له هتيجي بكره اعمل لك قسطره اشرح له. القسطره دي حضرتك عباره عن تصميم للشريان التالي زي الاشعه بالظبط بنركب كانولا زي الفكره في ايدك دي من رجلك ولو انت شاطر بتعرف تعملها برجلك هتكتبها له من ايدك يبقى تقول له ممكن اركبها لك من ايدك ممكن اركبها لك من رجلك. بندخل بالقسطره بنحقن سبغه كميه معينه وناخد لقطات لشرايين القلب. العيان كده هيبقى فاهم ايه اللي بيحصل وانت داخل عليه بالسرنجة ومغمي وشك بالكمامة وهو حاسس ان هو قاعد في مسلسل اي ار انت هتشرح للعيان ان انا هديك حقن البنج وحقن في البنج دي حقن البنج موضعي شبه البنج بتاع السنان وانت هتبقى صاحي معايا وهتفرج معاك على الشاشة وهنتكلم مع بعض. اعمل العيان جو ان هو يشارك الموضوع واعمل العيان جو ان هو ما يبقاش مشدود عصبيا او حاسس ان هو هيعمل عملية قلب مفتوح. خد منه فلوس اللي انت عاوزها دي نقرة تانية خالص لكن العيان نفسه ما تحطوش في الاستريس الشديد قوي تجيب له فازو بيجر سينكوب. مش كل سينكوب بقى فازو بيجر سينكوب يعني بتحصل كتير قوي. انت بتبقى شغال معايا مثلا في اوضه القسطره وانت لسه اول او ثاني مره في حياتك تتعقم في القسطره وعاوز تشتغل انا بعمل ايه مثلا؟ بشغلك اندر سوبرفيجن حس مكان الفيمورال ارتري فانت تحس الماكسيمم بالسيشن تجيب البانكتشر فين في الحته الفلانيه الاناتوميكال لوكيتد في الحته الفلانيه تمام اديت البنج بتاعك بعدين بتجيب البانكتشر فاول مره الفلو جه معاك ضعيف فدخلت بالواير فالواير كان فيه ريزيستنس انت مش فاهم قوي يعني ايه ريزيستنس او مش ريزيستنس فزقيت شويه فانا الحته قلت لك لا ثواني اطلع طلعنا خالص فلشنا النيدل واحنا داخلين تاني تمام. انا عملت انا بقى البانكتشر وكملنا واحتاجنا نعمل استنت في ال LED وخلصنا خالص وطلعنا من القسطره زي الفل.
بعد 4 ساعات الاقيك بتكلمني الحقنا الدكتور محمد لعينكم لابس. هل ده بقى فازو فيجن؟ لا ده مش فازو فيجن، انا افكر في حاجات تانية. حاجات تانية من اولها خالص اقول لك روح بص على البانشر سايت، شيل الشاش والبلاستر وبص لقيت الكوع قد كده يا دكتور محمد. الكوع دي سببها ايه؟ البانشر الاولاني ما كانش سيلد كويس، واحنا بنحط ستنت في ال دي، ال دي 10000 ريتارين، الريتارين ده بيعمل سيوله في الدم ونجال سعادتك هيماتوما، الهيماتوما جمعت السايد اوبن سبيس تجمع لك 3 4 لتر دم، او لو انت محظوظ كفايه ريترو بيروتونيال الهيماتوما بقى وقابلني حتى مش هتشوف زرقان في رجل العيان لانها في بطنه وورا البيريتون اللي هيلفت نظرك الهاي بوتنشال من الوجع، وان انت يبقى عندك هاي اندكس اوف سسبشن هتعمل سونار غالبا ما بيبينش بتبان في السي تي سكان انها ريترو. ممكن سيناريو ثالث بقى هو نفس ذات العيان ده بس عدى كويس من تحت ايديك وانت جبت البانكشر حلو، بس انا لما دخلت لقيت ال اي دي ده مثلا كان كرونيك توتال اوكلوجن سي تي او، وقعدت ادعبس بالواير كتير واجيب واير تخين واجيب واير قوي واعمل بتاع، فحصل مني دايسكشن او بيرفوريشن او اي حاجه وانا شغال وطلعنا وانا ما خدتش حقنات كفايه بعد ما انا خلصت البروسيدير ان انا اتاكد ان الدعامه دي راكبه كويس. فهو القصه ان انا عندي بيرفوريشن صغير ومع الهيفارين البيرفوريشن الصغير ده عمال بيبليد، بس بيبليد فين؟ جوه البيريكارديوم. ليه جوه البيريكارديوم؟ لان الكورونريز دول ايبيكارديال فيسلز ولا اندوكارديال فيسلز؟ ايبيكارديال يعني هو القلب حواليه الكورونريز زي التاج فسميناه الشرايين التاجيه، وحواليهم كيس بلاستيك كبير اسمه ايه؟ والكيس ده مقفول ولا مفتوح؟ مفتوح من فوق لكن معظمه حوالين القلب مقفول، فالدم عمال يجمع 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 جوه الكيس بيعمل ايه في القلب؟ بيخنقه بيعمل له تامبونات يعمل لي هيمو بيريكارديوم وكاردياك تامبونات. يبقى ده من اسباب الشوك ولا لا؟ من اسباب الشوك. سبب ثالث من الشوك، حطينا الدعامه زي الفل وطلعنا وبعدين بحن حقنا ما شفتش الدعامه وما شفتش ال ال دي، لقيت ال دي مقفول. الدعامه حصل فيها ايه؟ ما لحقش يحصل استنوز، ده حصل اكيوت ستنت ثرومبوزس. ليه؟ اصل الهيبارين يا دكتور محمد الثلاجه قطعت الكهرباء ساعتين، فالهيبارين اللي في الثلاجه ايه؟ احنا جبناه لك من الثلاجه فطلع فايروس. هو انا بدي هيبارين اثناء الدعامه ليه؟ عشان حته الحديد دي حضرتك الدم ما يجلطش عليه. يبقى ممكن اكيوت ستنت ثرومبوزس جاب لي ماسيف انتيريور انفاركشن اون ذا سبوت وانا على الترابيزه، حصل الكلام ده. علاجه ايه؟ بروفيلاكسس، ادي كالهيبارين. الكالهيبارين مش محتاج تلاجة، ادي كليكسان اللي هو انوكسابارين مش محتاج تلاجة، هدي هيبارين اللي هو هيبارين صلفيت الفلاحي السادة خالص، يبقى لازم يبقى متأكد ان التلاجة شغالة ايه كويس. دي كلها سيناريوهات من الحياة العملية وحصلت كتير جدا جدا جدا. اريزميا بقى شغال ليفت من انترفنشن، وحضرتك بقى عمال تعمل لي بايفوركيشن وكيسنج في ال اي دي وال ال سي اكس وفاكر لي نفسك ساتورو وشغال الله ينور، والعيان بتاعك الليفت مين مقفول بقاله دقيقتين دخل في ايدك وفي اف، وحضرتك ما بتبصش على المونيتور اصلا، انت شغال ما شاء الله تسليك راجل سباك. لا حضرتك سباك وبتبص على المونيتور ليه؟ عشان لما يخش في اريزم دخل في في تاك دخل في في اف تديله دي سي شوك تطلع بالقسطره، القسطره ديبلي انجيجد، كل دي مشاكل بتحصل معاك وانت شغال. علاجها بروفيلاكسس، بروفيلاكسس انك تبقى عارفها تبقى متوقع، عارف لما تمشي في الشارع بتعبتكم بالليل ومن كتر ما العربيات هبدت في المطبات انت عارف كل مطب فين وكل حفره فين فبتتجنبني. هو بالظبط القسطره دي كده انت شغال فيها وانت عارف البنشر ممكن يحصل فيه مشكله، وانا بدي البنج ممكن هتيجي انت ارتيريال يحصل لي ارتيريال سباسم، بعدين جبت البنشر ممكن يحصل مني هيماتوما، بعدين دخلت بالواير ممكن يحصل دايسكشن في الفيرمال ارتيري او في الاورتا، بعدين دخلت بالاسطره ممكن تطلع الاسطره خبطه في سقف الليفت مين وانا بحن السقف الجشوميه فعملت دايسكشن في الليفت مين، ممكن بعد كده لو انا بعمل انترفيشن دخلت بالواير في حته غلط حصل دايسكشن او بيرفوريشن، حطيت الدعامه فتحتها بزياده او البالونه او خلافه او الاشنط حصل بيرفوريشن في الكورنري، حصل تمكنيه حصل اريزم يا عيني على الضغط البيزل الضغط شغال معايا، مفيش حاجه اسمها واحد شغال غير ضغط، مش واحد يقول لك الدكتور زهران ما عندناش بريشر النهارده في الاسطره اشتغل انترفيشن، لا يا حبيبي مش هشتغل ليه؟ ينفع حد يشتغل انترفنشن غير بريشر؟ انت بتقمر بحياه العيان، لو بعت الشر عليك باباك ولا مامتك هتعملوا قسطره من غير بريشر؟ ما
مستحيل يبقى انت عميل كلهم تعرفهم بهذا المبدا. التريين شغال كويس ولا لا؟ ممكن تكون انت نسيت تقول التمبرين. لو انت داخل تشتغل انترفنشن وانت بتلبس الجوانتي تقول للممرضه مين ماسك التمبرين في الدين؟ واحد ماسك التمبرين في الدين. وانت بتفتح الواير اللي هتعمل بيه دايلاتيشن ادي التمبرين يا بنتي. عمرك ما هتنساه كده. داخل تعمل انترفنشن وانت بتلبس الجوانتي مين فيكم ماسكه التمبرين في ايديها؟ عطيات خلاص يا عطيات خلي التمبرين في ايديكي. اول ما افتح الواير ادي التمبرين. المهم التمبرين ما اتقفلش وحصلت مع اكبر اساتذه في مصر يعني مجلى من الاسر. فاهم قصدي؟ فانت بص انت تبقى عارف كل حاجه بتحصل انت كل حاجه بتحصل ازاي وتبقى متوقع. تاني اهم حاجه بعد ان انت تبقى عارف انك تعرف ازاي تبقى عارف كل حاجه من دول تعمل الهيماتومه بتعمل لها كومبريشن وسيرجيكال ايفاكيوشن. الدايسكشن بتعمل له ستيرنج. البرفوريشن بتحط لها كرافت ستيرنج او كفر ستيرنج او بتعمل لها بالونه تربونات بتفتح بالونه وتسيبها كانك ضابط عليها بس من جوه تفتح بالونه كده وتسيبها 5 دقايق تقفل الكورنر ارك وتقفل ستيل البرفوريشن. ستيرنج تربونات انا بقى تشكل الجلطه وتدي بالي كويس او كانت تحط ستيرنج ثانيه جوه الحوض. الاريزمي على كالي سي وانتي اريزمي. الهايبوكوليمي على كان على محاليل. الفازو بيتا سينكوب انا بشرح العميل اول وفهمه لو حصل جوه انتي اتوبيل. كل حاجه ليها عليك بس انت تبقى عارف اللي حصل ده حصل ليه وتعدي زي بسرعه وانت اعصابك هاديه وهو متاثر. تمام؟ بعد كده الاف كومبليكيشن اللي ممكن تحصل البولي اوفر لود. البولي اوفر لود ممكن يحصل بيكوز زي ما اتفقنا الريسك فاكتورز او الحاجات اللي بتخلي البيشنت يبقى لايف فور كومبليكيشنز توك. البيشنت مثلا داخل وذ بيز لاين اجكشن فراكشن ليس ذان 30% وكاين هاي فوليوم اوف كونتراست واحنا بنسبب فوليوم كتير او ان احنا في ماي كارديال ديبريشن حصل جوه الاسطر نتيجه اريدمياز نتيجه حصل اسكيميا. ممكن تبقى اسكيميا انتوس باك كونتراست زي ما اتفقنا من ناحيه ان الرايت كورونري ارتر حصل سيفير اسكيميا. طيب هاو تو مانج البولي اوفر لود. احنا بندي طبعا دايريتكس عشان ما كتبتهاش بندي دايريتكس. حاجه ثانيه اللي انا بندي ايمو فوكس لو حصل ماي كارديال ديبريشن او ماي كارديال اسكيميا اند تريت اكوردنجلي زي ما الدكتور محمد قال الكورد اللي كانت اخره كده ندي مورفي اند اف نيد تو دو انفيزيف فنتيليشن فاينلي وي كان جو فور ذس انسايد. العيان ده العيان ده السيناريو بتاعه ايه؟ ده مين؟ ده مين؟ ده مين اللي احنا بنقوله ده؟ ده العيان بوزيشن فاكشن 25% اللي انت قررت تعمله اسطر، انا مش عارف انت بتعمله اسطر مش عارف. بوزيشن فاكشن 25% او 30% المفروض لو حضرتك هتعمله اسطر يبقى حضرتك عامل حاجه اسمها فاليبيليتي ستادي الاول. عشان حضرتك تبقى عارف انت داخل تعمل ايه. حضرتك لقيت نون فاليبيليتي نون فاليبيليتي ان سي اس وميكس الفايرال والسكار في الار سي اي تي يبقى انت لازم تفتح مين؟ الار سي اي تي بقى سي تي او هتقعد فيه 4 ساعات تحمي 500 سم ثابته يبقى انت بتقرر. ليه؟ لان الثابته دي حاجه بتشرب ميه. كل ما تيجي ثابته كل ما تشرب معاها ميه تشرب معاها ميه. لو معاك ايجيكشن فاكشن 30% هيحصل له ايه؟ هتقول طبيعي جدا. عطى رابطه بجد وانت شغال هتلاقي نفسه راح منك بيديسها في يورين عمال يزرعها قدام عينيك وانت بتقول ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انت ما عملتش فورد سيليكشن انت فيش وما عملتش فورد سيليكشن كتير كتير عينيك. تاني عينيك بيصابوا كده مين؟ ابو كرياتين عين. ما هو العين ابو كرياتين عين ده هيبقى عنده نفس المشكله. السبب ما بيحصلهاش كويس كليرنس في الكلى وبناء عليه السبب محوشه في الجسم عماله تعبي ميه والميه مش اكسبريتد في اليورين عشان هو الكوليك. نفس القصه. اذا هتلاقي عيان نهج منك على الترابيزه المفروض انت تدخل عنك تعرف الايجيكشن فاكشن بتاعه ايه. المفروض انك تعرف داخل تعمله ايه. ومدي نفسك تايم فريم. انا هشتغل في الار سي ده 25 دقيقه الى 30 دقيقه. مش هقعد نص اليوم عشان احط دعم فيها 2000 جنيه. مفيش كلام ده. ما ينفعش تعمل في الكوليك. مفيش كلام ده خالص. انت داخل
انت المرض. الأشعة تبقى ليش تصفح على عيان وعينيك. السابقة تصفح على عيان. الدوائنة حتة حديدة. يعني انت داخل تعمل بروسيدير كله ريسك. عليك وعلى عينيك. فانت بالمينيمايز الاكسبوجر للراديشن والسابقة. Use of snares علشان it can help to obtain these retained equipments after them.
طبعا الورست كيس سيناريو ان احنا ترانسفير ذا بيشنت فور سيرجري ان اوردر تو هابن. لو حصل مثلا ستنت وقعت في الفيمر الارتري اند ذن حصل اكيوت لور لين اسكيميا او مثلا ستنت في اللفت مين اند ذن ذا بيشنت جو انتو كارديجينيك شوك فوي هاف تو جو فور سيرجري ان اوردر تو انتفيشن. الاهم من ده كله انا في الاول وانا شغال اعمل انا عارف ان معايا اكسسوار ايشوز دكتوره بدر. ايوه اللي سمع حضرتك طيبه على حوالي 66 مليون سنه. ما كملش نقطه ولا كملش نقطه؟ لا ده بتوع السي تي او كانوا كل حاجه. بس انا صورته بقى فدلوقتي ايه مالك انت في رقابي؟ لا تعالى اطلع من فوق صور وهي تصور وحش. تصور وحش بقى نقطع عيشك من المكان احنا مش مسؤولين. مين سقط ودخل المراجعات دي؟ كلهم ساقطين الحمد لله فشل او باش. لا 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 اوبس اوبس شفت الكمبيوتر مش عادي. بس انا واقف معاه. تعالى. اوعى تكون بس اللمبه دي تجيب بتاع. لا مش جايبه حاجه مش جايبه. ها عشان الحاجات اللي دي بتضايق. خلاص؟ تمام. تعالى ثواني معلم وزهران. تمام. طيب في اي تعليقات لكم؟ العدد الحضور طبعا قليل. هم في حد اكتر من دول مسجلين؟ اه طبعا. بس ده فيرست بارت. احنا الفيرست بارت بيبقى عندنا 40 واحد. 40 واحد. بس هم مش. انا عايز اقول لك ان الستينهم ساقطين. يكون في ناس في الورك شوبس مع حضرتك. ما هو الورك شوب واحد لسه ما خدش البيزك يجي يحضر. ما انا لقيت في ناس فعلا في الورك شوب قلت لهم ارجعوا. يعني واحد يحضر كارتو حاجه ادفانس. كارتو ايه؟ كارتو دي للبوست جرادت للدكتوراه مثلا. واحد داخل عايز يفهم. او سي تي او او راديان ماشي كونجنتر قول ماشي عشان يفهموا يعني ايه بي دي اي وبتاع حاجات دي. وبعدين الكورسات قاعده بتتسجل لكن هو الامتحان بتاعهم ده 3 4 واحنا عايزينهم ينجحوا مش عايزينهم يسقطوا. وعلى قد التدريس هيكون الامتحان يعني تصعيب الامتحان دي بالمراجعات. المراجعات دي اصلا بتتعمل عشان نحسن المستوى. فما بنحسن المستوى بنعلى بالاسئله. فتوقعوا زي كده. شكرا لكم. تعالى
ده اللي يحطه في ايدك بس. ومرة اصبر مني وكان عليك في المدرسه قال له دكتور محمد انا مش حافظ دلوقتي. قلت له مين بتاع جسمك؟ قلت له ايه؟ قال لي مكتوب فيها مقطع ثاني الوزن. قلت له ده المشكله، انا مش حافظ ولا مقطع ثاني الوزن، يعني انت خليني تموتني جوه؟ قلت له لا انا مش بدخلك اموتك، انا هقول انا الحبس الابيض. شوف انت بتعدي الشارع بتاع جامع الجور ده، رقم على الدور بتاعتي تنطبق صح ولا لا؟ قال لي اه. قلت له حصلت قبل كده؟ قال لي انت فاضل اسبوع. الناس بتفرق عن الشارع اللي الناس بتعدي الدور ده، مسطره كده. عندنا احنا بنبقى واقف في 1000 واحد في 10 في 3 في 5 هي كانت نسبه محدش يقول بس انا اثرت في شخصيتي. حاولت تعمل ايه؟ مش عاوز تعمل ايه؟ مش قادر مش عاوز اعمل ايه؟ وخطا عليه مش ما عرفش خلاص ما تخش الشغل مسطره تشخيصية أو توسيع. طب ده في تاني توسيع عيان دوتا بوفوجن عيان أسيفيك كومبليكس انترفنشن بوش الناس. أنا بوش عليهم ما شاء الله أنت ما مش ضامن وما بتعرفش تعملها. طب أنا قاعد يعني سبعة في الفيديو مالهمش لازم تطور دوتا بطاقتك عالي والمركز اللي بتدفع حسابات الأسئلة اللي أنت فتحتها فأنت بتدفع جزء من قيمك اشرح الناس كويس وتعمل برزنتيشن للعميان ممكن تبقى من a lot of stress.
زي مثلا الفيمورال، ممكن ريديال، ممكن بريكيال، ممكن اكزيلر. بس the most commonly used accesses هي الفيمورال والريديال. بس كل complication دي ممكن تحصل في كلهم، بس with different percentages. لو انت كده بعدين بطلع اول حاجه ممكن يحصل بس الثرومبوزس، ممكن يحصل ثرومبوزس. ممكن نشوفه في الريديال ارتري كومنلي اكتر من الفيمورال ارتري. الحاجة الثالثة ممكن يحصل ديستال امبولايزيشن، برضه ممكن نشوفه في كل الارتري. ممكن يحصل ديساكشن، ده بنشوفه كتير جدا في الفيمورال ارتري. زي ما دكتور محمد كان ادى اكزامبل ان واحد بياخد الفيمورال ارتري بوكسر خانع اجينست ريزيستنس فحصل ديساكشن في الفيمورال ارتري. ممكن يبقى في بوينت كنترول ليك مكان الفاكتور سايت، ثم الاولد تايبس اوف فاكتور سايت ولا الريديال فاميلي بريتيال اور اكزيلري. ممكن يحصل كي هابج بفورم اوف فاميلي هيماتوما او ريترو بيرتونيال هيماتوما. ممكن يحصل سولو اليوز او بوز اليوز، نلاقي ان احنا حصل بولجينج او انتما او بول او تايب. ده بيحصل فلويد اكيميليشن و او بلد اكيميليشن. ممكن يحصل ايدي فيستيفال، كان بيجي نعمل introduction للميدل، أدخل فينس على أو فينس وأرتيريا، ممكن أرتيريا وفينس يبقوا فوق بعض، فأنا دخلت الاثنين فعملت ما بينهم connection يعني إيه فيستيبال. ممكن يحصل pulmonary embolism أكثر، يعني يجي من الفيمورال فين ثرومبوس. ده commonly أكثر في الإي تي ستادي عشان إحنا بنستخدم multiple femoral vein punctures، وممكن يحصل pulmonary embolism as a complication من الفاسكولار سايت. هو كان يمكن اصلا مش هتختار
قوي. بس هي بالنسبه لاسرتها عمرها ما كانت وما عندهمش اوبا فجاه اذا كان Thank you.
nerve losing مكان ال puncture site. How to diagnose? Ultrasound و CT. ممكن نعمل ultrasound دي لو في subcutaneous hematoma دي لو هي حاجة يعني growing hematoma. دكاترة الأشعة ما بتبقاش عارفين لما يجيلهم طول باسم بتاع المستعمل أحيانا محتاج يعمل استثمار ده غالبا هيماتوما وبيعملوا استثمار يعني ده عادي معروف عند الناس ومعروف عند مركز الأشعة ناس فاميليا بيه حتى وإن يلاقي مثلا بيعمل استثمار لحاجة تانية ولا عنده صوديوم هيماتوما أنت عملت قسطرة قريب فالموضوع ده الناس عارفاه السي تي أكتر الريتيو بيروبية يعني ما بيبقاش تاني وقت complication اللي يسوه أنيميا كتير جدا patients بعد المسطرة يخرج يبتدي يقول إنه ابتدى يشتكي من pain في swelling حاسس إن في pulsatile الناس موجودة ممكن يبقى presented by anemia systolic بيدي إحنا بالنسبة لنا for يعني as a sign how to diagnose by doing this ultrasound في secondary complications ممكن تحصل from neuropathy rupture hypovolemic shock as a result of rupture أو embolization يعني أصلاً صديق يقول بالكمبيكيشنز اللي حصلت لي بالنصحة العيان ده إنسانة يقول لي فيه بغول من قرد المفرش دخل المستشفى أخذ الكمبيكيس سيد البرفيجن المستشفى دي عنده مستوى في الساعة اللي هي بيسوي الساعة 10-11 فالمستوى مش موجودة بالنسبة فعلا ولهم حافظة وفهم قصص وحكاوي حصلت معانا تقريبا بمعدل كله
كلها عباره عن النيكل الفات دي من 5 لتر دم دخل من النيكل. هو اللي بيحصل ايه السيناريو بيحصل كده المكالمه احنا الاسطره بتعمل 12 واحده الدور المكالمه بتيجي 3
الروس او الفيما بقى الابسس وكده قلبس وقلبس شخص زي وزنه بتلك البلد كوتشرز ممكن ساكن دي كومبليكيشن يحصل انها سابت الشخص الابسس هي دي هابن فعلا في قصة عيانة حصلت من قريب جالها فنرا الهيمتومة وبقت كومبليكيتد هيوج ابسس في الثرايد ودخل في سابت الشخص الابسس هي زي ريزوم من العيانة عارفين الفيرمر الفيرمر الهيمتومة دي تبقى انفكتد لو احنا مش معتمين الكلورين كويس انت بعد العيادة الجامعة والفرزة بتيجي من المرضى بتحاول بالعيادة في شوية كرشن بارد بعد تأتي في الاسكالة عشان تعيادة تأتي من تبت الطعام من عميل بتاعها لو كده مش بتحاول تبقى فيها هو مش منظر اذا فيه هو قوان لفوص فأستاني عميل لو كده مش منظر كويس فكده من المنطقات اللي بيجي بقى هتبدأ المقصد اللي بيتعبه طبعا اللي هو لو مقدور الاسكين بقى يعني يعني بص كل حدث الأسكار يعني كويس خلينا كويس من أول بيشنس بتعني العيان اللي بلوكا مش القصة قصة لما شاء الله لا يعني ولا عم الأسكار ما اشتغلش في الحدائق مش عارف الابيض ده جسم العيان ده هنا بقى الاصفر ده البيتادين بعد ما نشف الازرق ده الهيماتومه بعد ما اتجمعت الحمد لله وبواقي الالم الجاف ده كان الهيماتومه اول ما طلعت كانت الدايره الصغيره دي وديكم شايفين الحمد لله اكستندد وكبرت ازاي والحمد لله في الاشعه حضرتك تعرفوا حجم الانجازات بس هو كده رايت الله ينور بامبر دي مفيش مشاكل يعني طالما الكارديولوجي حط ايده في حاجه فيها اسطره هيشتغل لا شيخ بيشتغل نيورو وبيشتغل ليمز وبيشتغل كل حاجه انت شطارتك يعني في بس ممكن بين على الباسكولار اكسس في ريدر بيكري تمرن اكسس سايتس اذر ذان تمرن يعني الحاجه الثانيه في برضه اللي بعتين ان البيكر ارتي دي استخدامات يعني انا ممكن استخدم بيكر ارتي اكسس بس اللي بقى توتي ريمايند ان الكومبليكيشنز مع البيكيال اكسس كانفكشنز وبليدنج ريسك از هاير عن الاذر اكسس الراديال اكسس از ناو بريفيرد لان دي ماتش مور ادفانتجز عن الاذر اكسس الراديال اكسس يبقى في ناس انسلنس او بليدنج البيشنز احسن انه بيقعد ناس هوسبيتال ستي ناس ديوريشن ممكن يقعد ساعتين ويروح موبيلتي ايرلي موبيلايزيشن احسن من الفيرمال الارجل ويقعد هوسبيتال كوست كمان البيتا كوستجز او ريجيال اكسس حاجه مهمه جدا جدا في الريجيال اكسس انه محتاج اكسبيرينس لازم يبقى في اكسبيرينس اوبريتور
واخد والليرنينج كيرف بتاعه يبقى تمام، هو اشتغل حاجات كتير جدا رجل عشان يقدر ياخد الاكسس. الحاجه الثانيه sometimes there is a high incidence of access failure، ففي الاخر هضطر ان انا ارجع للفيمر اورجي اكسس. ممكن يحصل من الحاجات الثانيه بنقابلها كتير قوي في رجل اورجي يحصل سبازم، ممكن يحصل ثرومبوزس واوكلوجن على رجل اورجي. بس برضه كلمة على الريديو ارجي اكسس حاجة مهمة جدا اللي بقى هحطها في دماغنا، انه لما نيجي ناخد فيمورال ارجي اكسس نلجأ للفلوروسكوبي علشان for proper localization of the femoral arch، ان انا اجيبه على تنكل ميد بوينت اوف الجوين ليجمنت بين سبيريور انتيريور سبيريور انتيريور سبايك كيبك تيبيكال اجينست ذا هيد اوف ذا فيمر، وابقى داخله اندر فلوروسكوبيك جايدنس علشان ده هيقلل حاجات كتير جدا، هيقلل كل الفاسكولار سايد كومبليكيشنز، حتى كمان الفازوفيجل يعني انه انسنس الفازوفيجل مش هيحصل ان انا هبقى داخله اناتوميكلي مظبوط اكتر. حاجه ثانيه مهمه ان الفازوفيجل اكسس سايد كومبليكيشنز بتزيد الانسنس معاها كمان، وانا بستخدم انتي كواجيليشن اوريدي في انترفنشنال بروسيجر اديت هيبر هيبقى الليدنج ريسكس اعلى لو انا دخلت في دايجنوستيك بروسيجر. في حاجة تانية كده لازم تبقى عارفينها ما عرفتش اجيب عليها صورة، اللي هي الاوكلوجن ديفايسز او كلوجر ديفايسز للفامبرال والريديوم. في اوكلوجن ديفايسز كتير جدا للفامبرال ارتي instead of using الجوز اللي احنا بنستخدمه والفاسكولار. دي كده بالنسبة لكل الكومبليكيشنز، بس تو سامرايز كده كل الكومبليكيشنز قبل ما ندخل كلام الدكتور محمد قال انه بيزكلي اهم حاجة لازم نبقى فعلا عارفين الاول البيشنت سيلكشن، انا بختار اي بيشنت زي ما اتكلمنا في الاول كده عيان بيبقى الريسك اوف كومبليكيشنز من الاول احنا عارفين هو عيان اللي هم الهاي ايج جروب الناس اللي داخلين بالبيز لاين اجكشن فراكشن اقل من 30% دياباتكس لينا الانفيرمنت بيشنتس لازم نبقى داخلين عارفين كده، لازم يبقى في انفورم كونسنت وتراي تو كونسيوم اوف يور تايم ان انت تشرح للعيان البروسيجر، لان دي حاجه ديفيشنت عندنا هنا بيشتغل كتير فما نقدرش نشرح يعني بقى. ده مهم جدا ان العيان يبقى فاهم ان هو ده كمان بيعمله ري اشورنس ويبقى داخل كارم، فبتقلل الانسيدنس او الحاجات الاذر كومبليكيشنز من الانزايتي والفازوفيجل اتاكس وكده. الحاجه الثانيه لازم الواحد يبقى بريدكتنج كومبليكيشن قبل ما يحصل في اي حاجه اي ستيب انا عاملها، لازم يبقى بروبر يعني ابقى بريدكتنج كويس وابقى عامله بروبر بريباريشن للسيتنج اللي انا بشتغل فيه كويس قوي علشان لما تحصل كومبليكيشن اقدر اتعامل معاها بسرعه. يبقى في رابيد ريسبونسز والتيم اللي بيشتغل معايا يبقى فاهم انا بعمل ايه، لازم يبقى فاهم كويس قوي انا بعمل ايه، والاسيستنت اللي بيشتغل معايا يبقى زي ما اتفقنا ان هو يبقى حاطط عينه على البريشر تريسنج والاي سي جي انه ده فيري كريتيكال علشان تو كات ذا سيركت اوف كومبليكيشنز. انا هعمل كيس برزنتيشن لاكتر حاله بتتشاف او اكتر واحده مهم جدا نبقى عارفين احنا بنتعامل معاها ازاي. الحاله دي حصلت بجد دي female patient 60 years old she was looked redirected and hypertensive kept sticking exertional into angina plus 3 عملت الكاري انجيوغرافي قبل كده وطلع عندها ميت significant lesion في العين. جات اليوم عشان تعمل elective PCI to the area دخلت القسطرة at first it was difficulty in obtaining the puncture، بعد كده الدنيا مشيت smooth وعملت ال PCI وكان successful PCI to the area. طبعا putting in consideration ان هي اخدت في الانترفنشن 10,000 بعد كده عينها خرجت في البوست كات ريكفري يونت وكويسه جدا وزي الاول وبعد ساعه من خروجها العيانه ابتدت تشتكي ان هي عندها ثاني بين تشتكي انها سبادي وجارتي. راح ان هي بص عليها لقى ان عيانها هيموداينامكلي انستيبل بلد بريشر كان 80 over 60 هارت ريت واز 130 CT trained repositions وعملنا لها حتى random blood sugar عشان يتأكد ان ده عشان مصحيح مش عارف وبلاسانك اتاكا من blood sugar ده بتاع 160 وعندها right ايديك فصة فيه كانت داخلة baseline المرض اللي لها 250 وسيرة انتقالات اللي لها كان ممكن يكون كويس وعملنا كان cardiac exact like one order. بعد ما دخلت القسطرة وكانت completely لقينا المرض اللي بتاعها 6 ولقينا سيكريتور سلايد ايجنت. ده هيخلينا بس نفكر تو برين واش كده يعني نبتدي نفكر وات ذا دايجنوزس. انا عندي سيفرال كرايتيريا عيانه جايه هيمو دايناميكلي انستيبل
لان سبايس لايكلي في انيبيشن اوف ذا سيكيتوزن، ممكن ابتدي افكر ان ممكن دي تكون اسكيميا از كوز اوف هايبرتنشن، وارد ممكن تكون كوز اوف اسكيميا، ممكن يكون حصل ريسبشن ده برضه ممكن افكر فيه از كومبليكيشن جاي ريبريزنتد ابدومينال بين، وابتدت العينه تبقى هيموجرامات اللي مستمر. ممكن يكون حصل كومبليكيشن في الاصل ان العينه جالها كانت تامبوناتيك وانا ما اعرفش، ممكن يكون برضه اتريبيوتبل كوز ان انا افكر فيه. ممكن تبقى العيانة اتحركت مثلا ابتدى يجيلها هيماتوما في رجليها بس ما كانش في كومنت على الفاكتور سايت. موستي اقرب هيكون بروفيشنال دايجنوزس فور ذيس كونديشن از ريتروبيرتونيال هيماتوما، وده اول حاجه المفروض تيجي في دماغي. انا قلت كل حاجه تانيه الاحتماليه اللي ممكن حد يفكر فيها، بس اول حاجه لازم يفكر فيها هي ريتروبيرتونيال هيماتوما. يعني دي تنص جريف، ولو اتلحق البدل ممكن يبقى عيان كونسرت، ممكن يتلحق عيان كويس ما نحتاجش ان احنا نعمل اي مثلا اي سيرجيكال انترفنشن. طيب اول حاجه خالص هاو تو دايجنوز، ازاي اوصل للدايجنوزز بتاع ريتروبرتونيال هيماتوما. اول حاجه خالص ان انا اشوف البروسيجر ايه، لازم اعرف البروسيجر اصلا حصل فيه ايه اساسا من الاول، من اول البوتشر سايت لحد ما العيانه خلصت البروسيجر بتاعها. من اول البوتشر سايت كان في كلمه قلناها في موسكا في كيس الهم ان كان في عندها difficulty in obtaining the puncture، وارد ممكن يكون حصل dissection فيها مثلا من الارتري dissection ابتدى، وممكن يكون حصل perforation سايت فابتدى يحصل trickling of the blood. ده حاجه. الحاجه الثانيه يعني واحنا بنفكر on how to approach the patients ممكن يكون حصل perforation واحنا بنعمل PCI ده هي دي حاجه ثانيه، او مثلا فكرت في تامبلر، بس لازم ابقى عارف انا بفكر ازاي. اول افكر البروسيجر ريليتد ايشوز او البروسيجر ريليتد فاكتورز. الحاجه الثانيه كلينيكلي لازم اعمل فول اسسمنت للعيان كويس قوي، شوف كلينيكلي ارتيريال بلاد بريشر، الشست كونديشن ممكن العيان داخل في اكيوت هارت فيلر، اشوف الارتيريال بلاد بريشر بايلاترالي البالسز بايلاترالي فعلت ولا لا، ممكن كان يكون دايسكشن فعلا دايسكشن اخذ الابورد ادومينال اورتا واكستندد دوامت، واشوف البيبر واشوف النيو تيست الراندم بلاد شوجر بتاعه. ما ننساش ابدا ابدا ان اي عيان يطلع بعد البوست كاب نبص على البانكتشر سايت. كتير قوي من العيانين بيحصل لهم ريتروبرتونيال هيماتوما ما بيبقاش في عنده فيزبل اصلا انا شايفه هيماتوما تحت عينه، بس اتليست انا بعمل ابدومينال اكزامينشن لو حسيت ان في جاردن ريجيديتي ات ذا رايت ايديا الفصل افكر ان ده ممكن يبقى فيه ريتروبرتونيال هيماتوما اوكرنس. الحاجة اللي بعد كده ان انا لازم اعمل لاب انفستيجيشنز، اشوف حاجة مهمة احنا كنا كاتبينها سيرم كرياتين لاب، انا العينة دي ات سيرتن بوينت اي ويل دو سي تي ابدولوجي ويز كونتراست، انا محتاجة ابعت لها البيز لاين كرياتين لاب قد ايه وابعت لها البيز لاين هيموجلوبين لاب قد ايه، عايزة اعرف الديجري اوف دروب اوف بلاد كانت عاملة ازاي. انا ده بيدي بيكتشر انه ده ممكن يكون ماسف بينك حصل وانا لازم ان انا انترفيو بسرعة. الاي ار ليفل ده مهم جدا، اللي هو الكوردينيشن في الفايل، عينه ممكن تبقى اوفر انتي كوردينيتد وممكن اعمل ريفرسال بالبروتامين زي ما اتفقنا واحنا بنتكلم عن حاجات كتير. في عينات في الشهر بيبقى اخوها ده كان مستشفى كان جايين عشان بيبقوا لسه سوبر حاجه، فدخل المستشفى اتعمل له ريكورد عشان خاطر خدنا على بعض
ده ما جاي اسمها جهد الضغط مثلا جهد الزحف جهد الجهد مش واحد جهد الجهد بس ايه مرحل جديد هتقطع نفس خالص يعني بص القصص الخطيه داخل على قلب قلب جدا ومرحل النتيجه اللي هتبقى مثلا ليه؟ لان اخر حتى ساعات تضعف 10,000 جنيه 5,000 جنيه 5,000 جنيه 5,000 جنيه واخد 25,000 جنيه